أجندة سنتي. أهم المواعيد الطبية والعلمية أو البول. اليوم شحكي لكم على النوفيام كونغري دو لاميكال دي ميدسان كارديو فاسكولار في صفاقس جملي avec le premier congrès tunisien international de l'insuffisance cardiaque. هذا باش يكون بتاريخ 5 حتى 8 مايو 2022 بأحد النزل الخاصة بولاية مدنين تحديدا في جرب. نعاود نذكركم انكم تنجموا تلقاو لين ديسكريبسيون على الباج اوفيسيال فيسبوك اذا القيروان للصحة واكثر التفاصيل. هذا فيما يخص 9e congrès de l'amical des médecins cardiovasculaires de Sfax بتاريخ 5 حتى 8 مايو 2022. كانت هذه اجندة سانتي بالنسبة لليوم. Agenda santé.